غازلة؟ لا، وفؤاد بيعزم ميديا انه تسكن عنده. هذا اكيد جن. قلت لك من الاول خليني يدح لك يا شي بوكس ربي لك اياه، بس انت ما قبلتي. لك بس لو كنت على هذا الحكي كنت شفتي شو عملت. الحمد لله انك ما كنتي. يي شو هالحكي حبيبتي؟ هذا كله اشاعات. انا راحت الفيلا تبعي والسيارة كمان والمصاري. عن جد هي أحلى نكتة سمعتها بحياتي. طبعا حبيبتي لكني بالدراسة عندي بالفيلا. ثواني بس. إيزي جيبي لي ثياب الرياضة، بدي ألعب سبور. يلا بسرعة بليز. سوري حبيبتي، بتعرفي طبعا بلعب سبور كل يوم كل يوم. نلتقى؟ لا حبيبتي ما عندي وقت انزل على الكافيه، بتعرفي اشغالي كثيره، عندي تسجيل اغاني وبدي اشوف كلمات الاغاني، يعني تو بيزي. اكيد حبيبتي اكيد نلتقى شي نهار شي نهار. يلا باي حبيبتي. والله لا ابعتك على الفرامي يا جو. سكينة ميديا جنة البنت. الله يعيننا. إذا كان لبعض السنة ثلاثة اللي عطلتهم رح رزي طلعني برات المحاضرة؟ شو يعني؟ أنا ما دخلني إجا واحد قاعد جنبي مدري شو باغي حال حاله، ريحة بتخلي الواحد يعطس. شو هالحظ اللي لي مع هالدكتور؟ مرحبا سميحة. أهلين ربيع. شو خير؟ ليش مانك بالمحاضرة؟ قلعني الدكتور من المحاضرة. إيه بسيطة، الله يجعل أكبر المصايب، ليش زعلانة؟ شلون يعني ليش زعلانه؟ شلون بدي رفع بكره الماده اذا كل محاضره بيجي بيطلعني برا؟ انا بقول لك شلون بدك ترفعيها، بس شو رايك اسمك على فنجان قهوه؟ شو بدك تقلي؟ شو بدي اقول لك؟ بقول لك مشان الدكتور حسام شو بدك تساوي؟ يعني في حل؟ يمكن. هاي يا حلوه، دكتور موجود؟ والله حبيبتي اسفه ما عاد عندنا مواعيد. طيب انت بس قولي للدكتور انه لوسي برا. خير لبنى شوفي؟ خير يصيبك دكتور، بس قال لوسي برا. الله عن جد؟ خليها تفوت بسرعة بسرعة. على عيني. سميحة انا بدي صاحب شعر بصراحة انا بحبك. ربيع شبك عم نهز الورق، انا حاب اخدمك بالماده. كيف يعني؟ كيف يعني؟ يعني لاقول لك شغله، اذا بدك تنجحي طريق سالك. ما فهمت. قالت لي ستي ما